صباح الخير على كل مشاهدين اليوم السابع من معابد الكرنك. أنا معكم صالح الماسخ أحمد مدير معابد الكرنك. النهاردة طبعا اليوم الأربعاء الموافق 21/12/2022. النهاردة طبعا جينا الصبح نرصد ظاهرة جميلة جدا وهي شروق قرص الشمس من داخل قدس الأقداس في معابد الكرنك، ودي ظاهرة فريدة طبعا ما بتحصلش غير مرة في السنة عندنا. ده بتثبت لنا انه المعابد المصرية كلها كانت ليها علاقة في التخطيط بتاعت المعابد بتاعتها، التخطيط الأصلي بتاع المعابد ليه علاقة كبيرة بعبادة الشمس. فمعروف انه معبد الكرنك تحديدا ليه طبعا ليه اتجاهين، اتجاه الشمسي طبعا وهو من شرق غرب، واتجاه النيل من الجنوب الى الشمال. طبعا النهارده بالنسبه لنا تعتبر الظاهره دي فريده من نوعها، فهنلاقي زي ما احنا شايفين هناك قرص الشمس يعلو قدس الاقداس. طبعا من فتره بحوالي اقرب من 10 دقائق كان المفروض كان بيتولد او بيطلع او بيشرق من قدس الاقداس، ودي تعتبر ظاهره فلكيه فريده من نوعها، زائد برضو تعتبر طبعا بدايه فصل الشتاء تحديدا فلكيا النهارده. طبعا دي هنلاقيها احد الظواهر الفريده والرائعه في المعابد المصريه القديمه. دي بتوضح لنا المعماري او المهندس المصري القديم عند تخطيطه وبنائه لمعابد الكرنك، وكيفيه طبعا بناء الاكس او الاتجاه المعبد نفسه انه يتوافق مع نفس اليوم ده تحديدا، وهو شروق قرص الشمس من معابد الكرنك. كان فعلا حدث جميل جدا وفريد من نوعه. طبعا ارجو من كل المشاهدين ليوم السابع طبعا يشرفونا العام القادم ويشاهدوا الفيديوهات الموجوده على اليوم السابع. شكرا لك يا فندم.